بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الرابع في الدرس الأول من وحدة حالات المادة وعنوان درسنا ماذا تقيس الكتلة؟ أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يعرف مفهوم الكتلة تعريفا علميا صحيحا ثانيًا، يقيس كتل أشياء مختلفة بأدوات قياس مناسبة. ثالثًا، يذكر وحدة قياس الكتلة. تأمل معي عايز الطالب الشكل أمامك لتستطيع الإجابة عن السؤالين التاليين. أولًا، أي المكعبين يحتوي على كمية خشب أكثر؟ ثانيًا، أي المكعبين أثقل؟ أحسنتم إنه المكعب الأكبر لأنه يحتوي على كمية خشب أكثر والآن هيا نقم أعزائي الطلبة بتنفيذ النشاط واحد من الكتاب صفحة 55 بعنوان ماذا تعني الكتلة؟ الأدوات اللازمة للنشاط كتاب العلوم مكعبات بلاستيكية أقلام تلوين شمعية تأمل عز الطالب جيدا بهذه الأشياء لتستطيع الإجابة عن الأسئلة التالية بعد أن تأملت عز الطالب في الأشياء السابقة اكتب توقعك في الكتاب صفحة خمسة وخمسون أولا توقع الشيء الأثقل ثانيا توقع الشيء الأخف لكن هل ما توقعته صحيح؟ لنتأكد من ذلك عز الطالب، هيا نقوم بالنشاط التالي. تامل عز الطالب الفيديو التالي لتستطيع الإجابة عن الأسئلة التي تلي. بعد الانتهاء من التوقع سنقوم عزيزي الطالب باختبار هذه الأشياء التي تراها أمامك وهي كتاب العلوم، مكعبات بلاستيكية، أقلام تلوين شمعية. بداية سنقوم بتحريك هذه الأشياء الى الاعلى ثم الى الاسفل نبدا بكتاب العلوم نحركه الى الاعلى ثم الى الاسفل ثم نقوم بتحريك مكعبات البلاستيكيه الى الاعلى ثم الى الاسفل ثم اقلام التلوين الشمعيه الى الاعلى ثم الى الاسفل ثم سنقوم اذا الطالب بتحريك هذه الاشياء ذاتها الى الامام والى الخلف نبدا بكتاب العلوم نحركه الى الامام ثم الى الخلف المكعبات البلاستيكيه الى الامام ثم إلى الخلف، ثم نقوم بتحريك الألوان الشمعية إلى الأمام ثم إلى الخلف، بعد ذلك عز الطالب، أجب الآن عن الأسئلة التالية: أولاً، حدد الشيء الذي له كتلة أصغر، أحسنتم، إنها المكعبات البلاستيكية، ثانياً، حدد الشيء الذي له كتلة أكبر، أحسنتم، إنه كتاب العلوم. لكن هل توافقت توقعاتك مع النتائج التي توصلت إليها؟ هل يمكنك قياس كتلة الأشياء بواسطة حملها؟ أحسنتم، لا يمكنني قياس كتلة الأشياء بواسطة حملها، لذا فإننا نحتاج إلى أدوات قياس مناسبة. من خلال ما سبق، ماذا تعلمت عزيزي الطالب؟ أحسنتم! لقد تعلمنا بأن الكتلة هي مقدار المادة الموجودة في الشيء، تحقق عزيز الطالب ما تعلمته وأجب عن السؤال في الكتاب صفحة 138. اختر الإجابة الصحيحة: ما كتلة المادة؟ أحسنتم، كتلة المادة هي كمية المادة. والآن لنقم أيها العلماء الصغار بتنفيذ النشاط الثاني من الكتاب صفحة 56 بعنوان: كيف يمكنني أن أقيس الكتلة؟ الأدوات اللازمة للنشاط: كتاب العلوم، أقلام تلوين شمعية، مكعبات بلاستيكية، أثقال مختلفة الكتل، وميزان ذو كفتين. تأمل عزيزي الطالب الفيديو التالي لتتعرف كيف يمكنك من قياس كتل الأشياء السابقة أولا نبدأ بقياس كتلة الكتاب نضعه على إحدى الكفتين ثم نضيف في الكفة الأخرى ثقلا ذو 500 جرام نلاحظ هنا عدم توازن الكفتين ثم نضيف 100 جرام أخرى فيصبح لدينا 600 جرام 700 جرام 800 جرام تسعمائة جرام ألف جرام نلاحظ أنه عندما أصبح لدينا هنا ألف جرام وهو يعادل كتلة الكتاب والألف جرام تساوي واحد كيلو جرام إذن كتلة الكتاب واحد كيلو جرام والآن نبدأ بقياس كتل المكعبات البلاستيكية نضعها على إحدى الكفتين ثم نختار ثقل ذات كتل اخرى اقل فلتكن اربعون جراما نلاحظ هنا عدم توازن الكفتين فنستبدلها بثقل اقل كتله فلتكن عشرون غراما ثم نضع عشر غرام اخرى فنلاحظ توازن الكفتين فهذا يدل بان كتله المكعبات البلاستيكية ثلاثون جراما واخيرا نقيس كتله الالوان الشمعيه نقوم بوضع ألوان الشمعية في إحدى الكفتين كما تعلمنا نختار ثقلا ذو خمسين جراما ثم نختار أخرى خمسون جراما أخرى ثم ثقلا ذو خمسين جراما أخرى فنلاحظ هنا توازن الكفتين وبالتالي فإن كتلة الألوان الشمعية تساوي مئة وخمسون جراما والآن قم أيها العالم الصغير بتسجيل النتائج التي حصلت عليها في الجدول التالي: أولاً: كم بلغت كتلة كتاب العلوم؟ أحسنتم واحد كيلو جرام، والمكعبات البلاستيكية؟ أحسنتم ثلاثون جرامًا، وأقلام التلوين الشمعية؟ أحسنتم مئة وخمسون جرامًا. لاحظ معي عز الطالب، هل اختلفت كتل هذه الأشياء؟ أحسنتم! لقد اختلفت كتل هذه الأشياء، فكلما كان الشيء أثقل، كانت كتلته أكبر. فقد توافقت توقعاتك عز الطالب مع النتائج التي حصلت عليها. فكتلة كتاب العلوم هو الأثقل، والمكعبات البلاستيكية هي الأخف. من خلال النشاط السابق عايز الطالب توصلنا إلى أولاً الوحدات المستخدمة لقياس كتل الأشياء هي كيلو جرام وجرام ثانياً واحد كيلو جرام يساوي ألف جرام لقد سألني أحد الطلبة قائلاً ما الأدوات التي تستخدم لقياس الكتلة؟ أشكرك على سؤالك أيها البطل. نعم، فهنالك أدوات تستخدم لقياس الكتلة، فقد تعلمنا في هذا اليوم ميزان ذي الكفتين. وهنالك أدوات أخرى تستخدم أيضا لقياس الكتلة، مثل ميزان ذو الكفة الواحدة والميزان الإلكتروني. من خلال ما سبق عزيزي الطالب، ماذا تعلمت؟ أولا: كلما ارتفع عدد القراءه على مقياس الكتله ازدادت كتله الشيء ثانيا يمكننا قياس الكتله باستخدام ميزان ذي كفتين ميزان ذو كفه واحده او ميزان الكتروني سؤال ما نوع الادوات المستخدمه لقياس الكتله احسنتم ميزان ذو كفة واحدة ميزان ذو كفتين ميزان إلكتروني سؤال سجل قراءة الميزان الظاهر في الصورة أحسنتم اثنان كيلو جرام. والآن دعنا نقوم عز الطالب بتنفيذ النشاط الثالث الوارد في الكتاب صفحة 57 بعنوان متى أستخدم وحدة الجرام ومتى أستخدم وحدة الكيلو جرام لقياس الكتلة الأشياء اللازمة للنشاط، قلم، كتاب علوم، كيس رمل، ممحاه، ميزان إلكتروني وميزان ذي كفتين. قم عزيز الطالب الآن بفتح الكتاب صفحة 58، ومن ثم قم بإكمال الجدول في الكتاب أثناء مشاهدتك للفيديو التالي. أولاً سنبدأ بقياس كتلة القلم وسنستخدم في ذلك كما تشاهد الميزان الإلكتروني. نتأكد في البداية بأن قراءة الميزان تساوي الصفر، ثم نضع القلم على ميزان الإلكتروني ونسجل قراءة الميزان والتي كما تلاحظ تساوي خمسة جراماً، إذا كتلة القلم خمسة جراماً. ثم نقوم بوضع الممحاة على الميزان الإلكتروني ونلاحظ قراءة الميزان، ثم نقوم بتسجيلها والتي تساوي واحد وعشرون جراماً. ثم نقوم بوضع الكتاب على الميزان الإلكتروني ونسجل قراءة الميزان والتي تساوي كما تلاحظ ألف إجرام وكما تعلمنا عز الطالب بأن ألف جرام تساوي واحد كيلو إجرام وأخيرا سوف نقوم بقياس كتلة كيس الرمل وسنستخدم في ذلك ميزان ذو الكفتين نضع كيس الرمل في احدى الكفتين ثم نقوم بوضع اثقال ذات كتل كبيره نبدا بوضع كتله مقدارها 1 كيلو جرام والتي تساوي 1000 جرام ثم نقوم بوضع كتله اخرى 1 كيلو جرام والتي تساوي 1000 جرام نلاحظ طالب بان مجموع الكتل تساوي 2000 جرام والتي تمثل كتله كيس الرمل اذا كتله كيس الرمل 2 كيلو جرام بعد أن شاهدت عز الطالب الفيديو السابق قم بتسجيل النتائج التي حصلت عليها في الجدول التالي كم بلغت كتلة القلم؟ أحسنتم لقد بلغت كتلة القلم خمسة جرام فتكون الوحدة المناسبة إذا هي الجرام بينما بلغت كتلة الممحاة وعشرون جراما إذا فتكون الوحدة المناسبة الجرام بينما بلغت كتلة كتاب العلوم واحد كيلو جرام، فتكون الوحدة المناسبة الكيلو جرام بينما بلغت كتلة كيس الرمل اثنان كيلوجرام، فتكون الوحدة المناسبة إذاً هي الكيلو جرام. سؤال اختر عز الطالب من الصندوق التالي قياساً مناسباً لكل من الأشياء التالية، واكتبه في المكان المخصص تحته. القلم. أحسنتم خمسة جرام، والكرة الصغيرة أحسنتم تسع وخمسون جرامًا، والحاسب المحمول أحسنتم اثنان كيلو جرام. ماذا تعلمنا اليوم، عزيزي الطالب؟ أولًا، تعلمنا بأن الكتلة هي مقدار المادة الموجودة في الشيء، ثانيًا تعلمنا بأن الأدوات اللازمة لقياس الكتلة هي: ميزان ذو كفتين، ميزان ذو كفة واحدة، والميزان الإلكتروني. ثالثًا: تعلمنا بأن الوحدات المستخدمة لقياس الكتلة هي: جرام وكيلوجرام، وأن الإجرام يستخدم لقياس الكتل الصغيرة، والكيلوجرام يستخدم لقياس الكتل الكبيرة. تحقق مما تعلمت عز الطالب. سؤال: ما المقصود بالكتلة؟ أحسنت! الكتلة هي كمية المادة الموجودة في شيء معين. والآن افتح، عزيزي الطالب، الكتاب صفحة تسعة وخمسون، وأجب عن السؤال التالي: للشيئين الآتيين الحجم نفسه. توقع، عزيزي الطالب، الشيء الذي له الكتلة الأكبر. أحسنتم! إنه المعدن. تأمل الشكل المجاور عز الطالب لتستطيع الإجابة على الأسئلة التالية الواردة في الكتاب صفحة 60 و 61 أولا اقرأ القياس في الشكل وحدد الوحدة المناسبة التي تم استخدامها في القياس أحسنتم 35 جراما ثانيا انظر إلى الأشياء التالية واكتب تحت كل منها الوحدة الأفضل لقياسها أولا الدراجة أحسنتم الوحدة المناسبة للكيلو ثانيا الهاتف النقال أحسنتم الوحدة المناسبة هي الجرام ثالثا القلم أحسنتم فالوحدة المناسبة لقياس القلم هي الجرام شكرا لكم